السلام عليكم ورحمة الله. معكم السائق أكزول هشام، سائق مهني مزاول كيف ما كيسميونا أو كنسميو ريوسنا، زيرو بولون زيرو حقوق. أولا بعدا كنشكر جريدة أشواقع اللي تحتنا هذه الفرصة باش نوصلوا الصوت ديالنا. الموضوع وما فيه هو الموضوع المثير للجدل هذه الساعة، اللي هو الدعم، دعم السائق المهني. كنت نتمنى صراحة أنه نتواصلوا في إطار واحد البلانين على المدى البعيد، بدنا كنحقوه، ولكن اسمحوا لي أنا يا غادي ندوي على نيابة عني وعن العديد من الإخوة اللي حتى هم تعرضوا لهذا المشكل اللي هو ما توصلوش بالدعم ديالهم. على قولة الله أكبر الدعم. باش ما نطولش عليكم الاخوان، هاد الدعم هذا يمكن لي نقول انه انني ما توصلتش بالدعم، ووزير النقل في لقاء في قبه البرلمان ملي كيدوي على هاد الدعم وتيقول انه كيتوصلوا به المستغلين اللي مكلفين بالمأذونيه، لانهم هما اللي معلومين عندهم في السيستم وبالدور ديالهم غيوصلوه للسائق المهني. ملي وزير النقل تيقول بحال هكا خاصهم هما يوصلوه للسائق المهني. علاش؟ لانه بكل بساطه السائق هو اللي كيدير مازور. كيف ما قلت لكم باش ما نطولش، غادي نقول انه انا ما توصلتش بالدعم، ووزير النقل حدد المسؤولين اللي غادي يدخلوا باش ينصفوا السائق، الا وهم العمال والقياد. يمكن لي نحبس هنايا ونوصل التذمر ديالي، ولكن انا بغيت نوضح شويه الصوره للراي العام. كاين اللي تيقول راه الدعم راه ماشي ليكم، راه المستغل. كيف ما قلت دابا الدعم بكل بساطه لهذاك اللي كيدير المازوط، اللي كيدير المازوط ياخذ الدعم، والمستغل المزاول اللي عنده العقد وكيزاول المهنه راه غياخذ الدعم ديالو، غيقسموه الشيفور اللي معاه. بالنسبه ليا المستغل ما كيسوقش معانا وما عطانيش، ما عطانيش، دخل المنصة وما تقبلش ليه، عنده مشاكل، هو عنده مشاكل، ولكن انايا شنو المصير ديالي؟ انا ملي كنقول باغي الدعم راه غنوقف هنايا عند باغي الدعم، ولكن شوفوا اش كاين من مورا باغي الدعم، ولا اشنو بين باغي الدعم. واش غادي نشدو نيت، بمعنى واش غادي نتصرف به غناكل به غنريح به في قهوه، ولا غنعطيه لمول الكريدي، ولا عندي واحد الجهه غنحطو فيها. ملي كنقول تيقول السائق المهني باغي الدعم، يعني راه عنده بزاف المشاكل، عنده شله فين يحط هاد الدعم. واحد الامر هذا بغينا حنايا هاد الجديده، هاد المسؤولين هادو بغينا نعرفوا واش دايرين خدمتهم او ما دايريناش. علاش؟ ملي كيسمعوا وزير النقل حدد المسؤوليه عند العمال وعند القياد، كاجراء اول مشينا عند مكتب التنقيط قالوا لنا ليس لدينا ما يفيد. اتجهنا عند الباشا قال لنا ليس لدي ما يفيد، ما عنديش اوامر. مكتب اقتصادي ليس لديه ما يفيد، للاسف الكاتب العام ما كانش. اذا ملي تنقولوا تيقول وزير النقل العمال، شكون هما النواب ديالو؟ على الباشا ماشي نائب ديالو باش يتحمل المسؤوليه؟ واخا القياد، مشيت المقاطعه الثالثه ما لقيتش القائد، لقيت الخليفة ديالو واحد السيدة، كنشكرها من هذا المنبر لأنها استقبلتنا ودوات معنا المهم دوات معنا وعطتنا وقت. غير هو كان الجواب ليس لدي ما يفيد. حنا بغي واش ملي وزير تيقول تيدوي في قبة البرلمان وكيحدد المسؤولين العمال والقياد، حنا تحركنا وقصدنا هاد البيبان وما كاين والو، في نظركم فين كاين الخلل؟ وانا من هذا المنبر هذا ديال هاد الناس هادو اشواقع كنشكرهم بزاف ونتمنى الصوت يوصل. ولكن عندي واحد الاضافه،
في 2012 2013 كان ديك الساعه وزير الداخليه العنصر، كان واحد الدعم ديال الغازوال. هاد الدعم هذا تعطى لثلاثه الاطراف، السائق، تعطى المستغل، وتعطى لصاحب الاكراميه، رب الاكراميه. هنايا كانوا ثلاثه الاطراف، وبدا النزاع. حتى المستغل ملي كيبغي الموافقه ديال رب الاكراميه تيقول لي اعطيني حتى انا. فهاد الظرفيه هذه استغلوا الانسان بعض الاخطاء، حيدوا من الاكراميه لانه هذاك ما كيديرش المازوت، وخلاو المستغل على اساس انه كاين المستغل المزاول. ولكن حنا راه عندنا المستغل راه خدا الفلوس وجرى علينا. يعني الموضوع الثاني عندي انا، راه دخلت في طرتي على السوفي لانني مشيت للعماله كنسول وبغي نقاد الامور، ما عجبوش الحال. وكاين مني عاده هذو البارح في واحد الصفحه واتسابي، واحد السيد دوا قال لي راه عرفتي راه شحال ديال الاصدقاء اصحابي ما خداوش الدعم وساكتين، الباترون خداه. كاين اللي تيقول انايا ما خديتش دفعت وما جاوبونيش هو خدا، وكاين اللي عين بين تيقول انا خديت وما نعطيكمش وهذا ديالي. واحد الامر هو تحمل المسؤوليه او ارتجاليه. مكتب التنقيط ملي قصدناه وقال لينا ليس لدي ما يفيد، كان اولى انه يجري اتصال. حنا ملي كيطرانا مشكل كيتصل بينا، عدوا المعلومات ديالنا، اجي راه عندك مشكل جي البوست. وانا ملي قصدت البوست قال لي ليس لدي ما يفيد. علاش ما كاينش النمره ديال المستغل ديال ديك الكريمه ويقول لي اجي صايب مع السيد وديا قد معاه الامر؟ راه هذا الامر هذا اول حاجه كيتقدا وديا، وحتى ما الا ما تقداش وديا ديك الساعه كيف ما قلت المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم ويوريونا كيفاش هالطريقه اللي غادي ناخذوا بها. مول الكريمه او صاحب العقد المستغل دخل السيستم، دخل المنصه، دفع ما جاوبوش. هنا هاد ما جاوبوش كيكون الامر بسيط. انا مشيت سولت اشنو لقيت، كاين بالخصوص هنا في جديده كاين واحد المشكل كبير في قسم اقتصادي. مثال طاكسي، انت ركبتي في طاكسي، طاكسي سانديرو، نديرو حنا لوغان، لوغان طاكسي، لوغان داسيا، لوغان هاد اللي عمر بهاد لوغان، ولكن في السيستم في المكتب في السيستم عندهم الاونو. اشنو خاص؟ خاص الميزاجور ملي تخدات الطاكسي البيرميت سيركولي، ملي خدات الدعم ديالها مثلا وجدد الطاكسي وخارج خدام بالدوبل في كياخذ بيرميت سيركولي مؤقت. ملي صافي غيخدم حيد الدوبل في خدا بيرميت سيركولي دائم. ملي كياخذو خاص اوتوماتيكمون هما كيحيدوا السياره القديمه وكيحطوا في السيستم هاد السياره. تصور معايا هو مدخل المعلومات ديال داسيا وهما عندهم اونو، غيقبلها السيستم؟ ما غيقبلهاش. هنا المشكل كاين في سميتو في الاداره في العماله، ما السيستم ما ماشي اجور. هذه من جهه. اما الطامه الكبرى للاشاره، مشيت للقسم الاقتصادي واستقبلني رئيس قسم اقتصادي وصراحه مشى حيد هذا المشكل، حيد هذا المشكل ديال هذا الميزاجور، دارها من بعد ما دوينا دارها. غير هو في الحاله ديالي السيد ما بقاش عاود دخل السيستم. الطامه الكبرى هي انه حيد هذا المشكل وفعلا المستغل وصلوا الدعم خداه داروا في جيبه ما عطاش للشيفور، ما توصل. في الحاله ديالي ما نظنش كاينه هذه الحاله الثانيه. في الحاله ديالي كاينه الحاله الاولى اللي دخل ما تصيبش ليه وما عاودش دخل ثاني. والحالات اللي كاينه بزاف هي انه مول الشكاره كيشد الدعم وما كيعطيهش للسائق. ولكن كيف ما كتركز وكيف ما الموضوع وكيف ما انا دابا المسؤول على هاد الانترفيو، في الحاله ديالي ما بغاش يمشي قاد المسائل ديالو، يعطيني هو الدعم من عنده. سير قاد المشاكل ديالك ياك، وغناخذ انا الدعم من عند الدوله اللي مصيفطاه ليا. ما بغيتيش قاد واعطيني الدعم من عندك. الرساله الاخيره هو راه 100 درهم اللي مزيوده علينا في البريز ضربها في 15 يوم، شحال جات؟ ماشي بزاف على حنا زعما
رسالة أخيرة هو كنشكر هذا الموقع هذا اللي تاح لي الفرصة باش أنه نوصل الصوت ديالي، وهذه غير البداية صراحة. راه كنتسناو من المسؤولين أنهم تنقولوا أن المسؤولين راه باقي ما وصلش لهم الخبر على ما أظن، أما إلا وصلهم وما تحركوش راه مشكلة. شكرا خويا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.